علشان كده لما بنتكلم عن مباراة مصر والسنغال بنقول يا رب كل التوفيق لمنتخبنا القومي ولاعيبة منتخب مصر ومستر كيروش في التشكيلة اللي هيحطها، وإن شاء الله كل التوفيق للاعيبي منتخب مصر. زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الكتيبة اللي هتمثل منتخب مصر أمام السنغال: حراسة المرمى محمد الشناوي وأبو جبل وصبحي، خط الدفاع عمر كمال وعمر جابر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، خط الوسط حمدي فتحي، نبيل دونجا، عمرو السولية، إمام عاشور، النني، محمد مجدي قفشة اللي بنقول له الحمد لله على السلامة قفشة، ومن العناصر المهمة جدا اللي في منتخب مصر اللي غايب بقاله فترة وإن شاء الله يكون إضافة قوية، وهو إضافة بالفعل قوية. في خط الهجوم محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه. هي دي الكتيبة اللي هتمثل منتخب مصر في الماتشين أمام السنغال. عايزين الروح اللي احنا شفناها في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. عايز أشوف الشناوي وهو بيلعب وهو متألق، ومحمد أبو جبل من بره بيسنده وبيدعمه. ولما الشناوي بيتصاب بشوف أبو جبل بيلعب نفس دور الشناوي. هي دي الروح اللي أنا عايز أشوفها. عايز أشوف حمدي فتحي مع النني. عايز أشوف الناس اللي قاعدة بره قلبها على الناس اللي في الملعب، الجهاز الفني. الالتفاف والحب هو ده إن شاء الله اللي هيجيب المكسب، مع دعوات المصريين اللي كلها إن شاء الله يوم الجمعة كلها تقول يا رب. نروح ل طيب معانا على التليفون. طيب هيكون معانا دلوقتي تليفون مهم، هنتكلم أكتر بالتفاصيل الفنية عن منتخبنا إن شاء الله اللي هيواجه منتخب قوي أمام السنغال. كل الناس الفترة دي مش هتتكلم كيروش خد مين وما خدش مين. خلاص الفترة عدينا، فترة الثلاث أيام هي فترة المساندة والدعم للتشكيلة اللي هتلعب أيا كانت مين الأسماء.